ولا مشينا عادية، مفيش أي حاجة، واحنا شايفين كل الورق مختلف كده. عم محمد اللي بيصور المرة دي. ماشي يا حاج فرعون، يا تمام. رزع الحاوي بجد. هطلب منك بس ساعات الموبايل، خد انت صنط الكوتشينة زي ما انت عايز قدام الناس. صنطها كويس؟ تمام. خد بقى التليفون، انا هاخد الكوتشينة زي ما انتم شايفين. عم محمد صنط الكوتشينة. استأذنك بس يا محمد بإيدك التانية كده، خد لنا أي ورقة تعجبك. تمام، شفتها؟ حطها لي هنا، أنا قسمت الكوتشينات هنا. تمام، كده ورقتك فين؟ في النص. حد يعرف مكانها؟ لا. هنصمت الكوتشينة، خلاص؟ تمام. تمام كده؟ تقدر تطلع لي ورقتك من هنا؟ لا. تمام. عايز بس اسالك، هل هي دي؟ لا. تمام، ناخدها نحطها هنا قدام الناس. تمام، نقسم الورق. هل هي دي؟ لا. ناخدها نحطها فوقيها ونقسم الورق. هل هي دي؟ لا. تمام، اسمع، هل هي دي؟ لا. تمام، دي الكوتشينة ودي الورقة بتاعتنا الأحلامية. تمام، خلاص كده. ينفع المفروض إن هي هنا ينفع مش في إيدك. ينفع يا محمد أسألك تاني معلش؟ ماشي. هل هي دي؟ لا. تمام، هل هي دي؟ لا. هل هي دي؟ لا. هل هي دي؟ لا. تمام كده، ورقتك مش فيه. ممكن تديني ايدك الكريمة؟ تطلب ايه ده؟ تعمل كده؟ افتح. ورقتك كانت ايه؟ ورقتي كانت ولد اسود ورق شجر. تمام، طب عدني معايا. عد. واحد. واحد. اثنين. اثنين. ثلاثة. بقت في ايدك كام ورقة؟ ورقة واحدة. ممكن تكشفها؟ تطلع يا جدع انت الولد ازاي؟ الله ينور عليك يا حاوي حاوي.